في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي القانوني والأخلاقي ومحاربة الفساد في قطاع الشباب، شهدت المدينة الشبابية بالطود فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك بمشاركة 220 من العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية بمحافظات جنوب الصعيد. تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي القانوني والأخلاقي ومحاربة الفساد في قطاع الشباب والرياضة. التفاصيل والزميلة إيمان عبد الفتاح. شهد مسرح المدينة الشبابية بالطود فعاليات ختام النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات اعرف حقوقك وواجباتك، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومشاركة عدد من العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الرياضية بمحافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان. النسخة الخامسة من سلسلة اللقاءات اعرف حقوقك وواجباتك بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بنرفع فيها من كفاءة العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة والهيئات الشبابية والرياضية ومراكز الشباب على 8 محافظات: وجه إبلي، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر. على مدار 3 أيام استفدنا بمجموعة من المحاضرين على أعلى مستوى رشحتهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. شرحنا في الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، شرحنا في قانون التعاقدات، قانون الخدمة المدنية. كان في تجاوب كبير جدا من السادة الحاضرين وأسئلة، وحسيت ان كل الناس استفادت من هذا اللقاء، وده في إطار مذكرة التعاون المشتركة الموقعة ما بين الوزارة والهيئة. مذكرة التعاون تهدف في الأساس إلى تأهيل السادة العاملين بوزارة شباب الرياضة ومديريات شباب الرياضة والهيئات والمنشآت التابعة بما يخدم في النهاية شباب مصر. نحن الآن معنا 8 محافظات من محافظات الصعيد، وهم بالتحديد محافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، ما يقرب من 200 مشارك من مديريات شباب الرياضة ومنتديات الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني. على مدار 3 أيام ناقشنا عددا من الموضوعات، ومنها المسؤولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون، استعراض لجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، الإطار التشريعي والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، وأخيرا قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، قدمها عدد من السادة الخبراء الذين رشحتهم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، قدموا خلاصة علمهم وخلاصة تجاربهم وخلاصة خبراتهم العملية والعملية إلى السادة المشاركين. وقد لاحظنا تفاعلا ملحوظا ومناقشات أثرت اللقاء، وكانت في يعني تصب في النهاية في مصلحة تأهيل وتدريب السادة العاملين بالشباب والرياضة. عملنا سلسلة اللقاءات ديت خمس لقاءات، ديت اللقاء الختامي في المحافظة علشان يبدأوا يدوا دورات للسادة العاملين يخصوا في مجال عملهم، بحيث ان احنا نبدأ نزود المعلومات عندهم ونعرفهم ايه هي القوانين وازاي نقدر نشتغل، يعني نمشي المشروعات بتاعتنا، وازاي كل شغلنا يبقى صحيح ومفهوش خطأ. الحمد لله السلسلة دي ظهر نجاحها وظهر مردودها، بحيث ان احنا خلصنا كل المحافظات. احنا عملنا في المدينة الشبابية في الاسكندرية، وعملنا بالمدينة الشبابية في دمياط في مركز التعليم المدني بدمياط، والمدينة الشبابية ببورسعيد، وكان الختام بقى هنا عند حضراتكم بقى في محافظة الأقصر. الحمد لله كان لقاء مثمر وناجح، وان شاء الله بإذن الله مش هيبقى أول مرة، ان شاء الله هتبقى السلسله بعد كده هتبدا تتوالى ان شاء الله كل سنه، عشان نبدا ناخد مساحه كبيره قوي من العاملين بمديريات الشباب والرياضه بمحافظات جمهوريه مصر العربيه. طبعا الدوره بتستهدف كل الساده العاملين باداره المراجعه الداخليه والحوكمه اللي كانت التفتيش المالي والاداري سابقا. كل ده من منطلق طبعا حرص القياده السياسيه الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحه الفساد والاهتمام بصقل العاملين بالجهاز الاداري للدوله. توجيهات معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتنفيذ هذه
هذه الدورات تعتبر من الوزارات الرائدة في تنفيذ مثل هذه الدورات على مستوى محافظات الجمهورية. بدءا كانت هذه الدورات في المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي، وكانت للسادة وكلاء الوزارة بالإدارات المركزية بالوزارة والسادة مدير المديريات العموم على مستوى 27 محافظة. ثم وجه سيادته مع الوزير بأن تنتقل الدورات إلى المحافظات المختلفة ويستهدف كل العاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية والشؤون المالية والإدارية وإدارة المشتريات والإدارات التنفيذية وإدارات الأنشطة داخل مديريات شباب ورياضة. دورة مفيدة جدا ومهمة جدا لكل العاملين. هذا وقد شهدت الجلسات تفاعلا كبيرا من الحضور، حيث أبدى المشاركون استفساراتهم وتبادلوا الآراء والخبرات حول مكافحة الفساد وأفضل السبل لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام. كنت معكم من الأقصر إيمان عبد الفتاح.